منطقة بيت فوريك هذه المنطقة اللي احنا فيها منطقة خلة غزال والنقارة، هي منطقة مهددة بالاستيطان، منطقة تعرضت للارتداءات أكثر من مرة، وهي كما ترون على منطقة التماس على خط التماس مع مستوطنة تمار. هذه المنطقة تعرضت في العام الماضي والأعوام السابقة لعمليات تقطيع لأشجار الزيتون، بالإضافة أن المزارعين هنا أيضا يخشون هجوم المستوطنين باستمرار عليهم وعلى المنطقة والتكرار الاعتداءات في السابق. احنا اليوم هنا بعزز شعور هذول المزارعين بملكيتهم لأرضهم، بعزز شعورهم بالأمان أيضا، ونحن يعني في استراتيجيتنا وعملنا في حماية المزارعين وتعزيز صمودهم على أراضيهم، هذه الحملة تأتي في هذا الإطار. أولا احنا مجموعة من الشباب والصبايا، الهدف اولا زرع روح حمل التطوع في نفوسهم، ضروري انهم يشعروا شو اهميه شجره الزيتون، شو اهميه الارض بالنسبه لهذا الجيل. احنا ايضا بدنا نوصل رساله لقوات الاحتلال الاسرائيلي انه هذه ارضنا، هذا زيتوننا، ما بحاجه ل يعني تحديد اوقات معينه، ولا في اي وقت في الموسم بامكان الفلسطيني ان يصل ارضه وان يفلحها وان يقوم بقطف ثمارها، رغم أنف يعني كل المستوطنين والذين يشدون على أيدي المستوطنين من قوات الاحتلال الإسرائيلي. والأرض تنادي يلا يا أولادي شدوا الأيادي كيدوا الصهيوني. أردنا أن ننظم حملات قوية تمتاز أنه في جدية، في سب وصبية، تمتاز أنه المزارع بشكرنا بعد ما نطلع، مش من غلبه في ومن كلفه. إذا المستوطن لن نرحل من هذا البلد، هذا البلد بلدنا، سنواصل زراعتها والعناية بها وقطف ثمار زيتونها لأنها أرض آبائنا وأجدادنا. يعني المستوطن لم يتعودوا على مشاهدة المواطنين والعائلات دكول الزيتون، عندما يشاهدوا الآلاف والمئات العائلات المنتشرة في حقول الزيتون يجن جنونهم، هذا يغيظ قطاع المستوطنين فيبدأوا بالاعتداءات المباشرة على الأهل كما حدث في منطقة حوارة ومنطقة كفر قليل، وأيضا قاموا بسرقة أشجار في منطقة عوريف ومنطقة كريوت ومنطقة عورتة. بالتأكيد سيكون الإنجاز الأهم إذا ما ثبتنا المزارع الفلسطيني والمواطن الفلسطيني في أرضه وكيفية وصوله وتثبيته وتعزيز صموده، هذا هو النضال الحقيقي أكثر من أي شيء آخر.